الصبر لحد كده. نرجع لاحداث اللقاء، ادي جونيور جاي يلعبها، يلا يا راجل يلا، يا سلام على جونيور. دايما بنادي وبقول على اسم اللاعب اللي عمل الجون قبل اللاعب اللي احرز الهدف، وميدو جابر سجدة الشكر يا ميدو. هدف ثالث للنادي الاهلي، هدف ثالث. ولكن شوف حمودي ارجع بقى تاني، ارجع تاني النهارده، هاتريك في التمرير، هاتريك اللاعب صالح جمعه. جونيور جاي من لمسه واحده بكل ثقه بكل خبره، ميدو جابر الثلاثيه حمراء، وادي جونيور. يا سلام على السنده، السلام على الهدوء والثقه، سلام على الهدوء والثقه من اللاعب ميدو جابر.